بنصبح على حضراتكم مرة تانية. دلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل لدفء نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للبرودة على السواحل الغربية ودافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. في كمان النهاردة نشاط رياح على أغلب الأنحاء بتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر، فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى وأمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري ومدن القناة. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس النهارده، خصوصا ان احنا بدانا فصل الربيع، لكن درجه الحراره العظمى النهارده على القاهره 20، وده طبعا الجو برد. بالفعل احنا بدانا رسميا فصل الربيع، لكن الربيع دايما معروف بتقلباته الجويه الحاده والسريعه، واللي متوقع اليوم يكون فيه حاله سريعه من حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه نتيجة مرور منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا. ده هيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، فهتحجب جزء من أشعة الشمس، هتساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى. اليوم بالفعل هتكون 20 درجة مئوية، وده أقل من المعدلات الطبيعية بحوالي من درجتين لثلاث درجات. بالإضافة كمان إن الأجواء فترة النهار هتكون أقرب للأجواء الشتوية المائلة للدفء على القاهرة الكبرى، الوجه البحري مائلة للبرودة على المناطق من السواحل الشمالية، دافية على المحافظات الجنوبية. ده هيكون خلال فترة النهار. خلال فترة الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس طبعا مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة، أجواء باردة على معظم المحافظات خلال فترات الليل، خاصة ساعات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر. بالإضافة كمان اليوم طبعا مع وجود المنخفض الجوي موجود معانا فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة في أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. يمكن الأمطار كمان بدأت خلال الساعات الماضية على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، لأن اليوم الأمطار هتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية، يعني في أماكن هيبقى فيها خفيفة، أماكن فيها متوسطة ورعدية على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، السواحل الشمالية تمتد كمان خفيفة متوسطة لمحافظات الوجه البحري وبعض الأماكن من سيناء. الأمطار كمان هتمتد أمطار خفيفة لمناطق من القاهرة الكبرى، مدن القناة، شمال وسط الصعيد. فإحنا عندنا أغلب محافظات الجمهورية فيها أمطار على فترات طبعا متقطعة من اليوم وكميات. وحضرتك بتقولي إنها ممتدة للقاهرة الكبرى. ممتدة للقاهرة الكبرى، في مناطق من القاهرة الكبرى هيكون عليها أمطار، لكن أمطار القاهرة الكبرى هتكون أمطار خفيفة، أقل طبعا من المناطق الساحلية أو المحافظات الشمالية طبعًا. بالإضافة كمان العنصر الثالث اللي موجود معانا اليوم هو نشاط رياح. هيكون اليوم في نشاط رياح سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة، وخاصة في السواحل الشمالية للبلاد، محافظات الوجه البحري، مناطق من شمال وجنوب الصعيد. طبعا نشاط الرياح ده هيكون مثير للرمال والأتربة في محافظة البحر الأحمر، فمرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية ياخدوا بالهم بشكل كبير. هي حالة جوية سريعة مدتها اليوم، بكرة الاثنين إن شاء الله هتتلاشى تماما فرص سقوط الأمطار، تبدأ درجات الحرارة تتجه نحو الارتفاعات، عشان نبدا من يوم الثلاث اللي جاي ان شاء الله. ده احنا هنوصل ل 29 و30 من يوم الثلاث والاربع تقريبا، يعني صح؟ بالفعل احنا مع نهايه الاسبوع هنوصل ل 29 درجه مئويه عظمى على القاهره الكبرى، هتكون ارتفاعات ملحوظه في قيم درجات الحراره. لكن بناكد رغم الارتفاعات اللي هتكون موجوده فتره النهار، فترات الليل لسه فيها اجواء بارده خاصه في المدن الجديده او الاماكن المفتوحه. وزي ما قلنا في الاول دي طبيعي فصل الربيع، التقلبات الجويه الحاده والسريعه، ايام ارتفاعات، ايام انخفاضات، يمكن لحد نهايه شهر 4 بتفضل الاجواء فيها بروده خلال فترات الليل. عشان كده مهم جدا الملابس الشتويه تكون موجوده معانا خاصه فترات الليل وفترات الصباح الباكر. طيب حركه الملاحه البحريه، حضرتك بتقولي ان في نشاط للرياح مثير للرمال والاتربه على البحر الاحمر، وكمان في امطار على السواحل الشماليه، حركه البحر الابيض المتوسط وحركه البحر الاحمر هتكون ازاي؟ هو طبعا رغم نشاط الرياح اللي هيبقى موجود معانا اليوم في معظم محافظات الجمهوريه، لكن مش هيأثر بالشكل الكبير على حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط. ارتفاع امواج ما بين 1.5 الى 2 متر، البحرين مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه،
بس دايما نخلي بالنا من التعمق داخل البحر المتوسط، لان ممكن يبقى فيه ارتفاعات امواج اعلى من اللي تكون على الشط، لكن برضه هو مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه، هي بس حاله جويه سريعه من حالات عدم الاستقرار هتمر السلام ان شاء الله اليوم، ومن بكره تعود تاني الاستقرار في الاحوال الجويه في معظم المحافظات. فصل الربيع دايما مشهور طبعا برياح الخمسين، فعشان كده احنا بنقول دايما الساده يعني مرضى جيوب الانفيه والحساسيه الصدريه بالظبط لازم يتابع النشرات الجويه، ويفضل النهارده واحنا خارجين نرتدي الكمامات، لان نشاط الرياح هيبدا بعد فتره الظهيره، فمهم جدا واحنا خارجين بس نرتدي الكمامات. سؤالي الاخير لحضرتك عن الشبوره المائيه، خاصه طبعا ان في ناس بتنزل بعد الفجر على طول تروح اشغالها او تسافر على الطرق السريعه والزراعيه. هو بالفعل الشبوره المائيه كانت موجوده معانا اليوم على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن كانت شبوره مائيه خفيفه ما اثرتش على حركه المرور، بدات التلاشي سريعا مع سطوع اشعه الشمس، ويمكن كمان دي طبيعه شبوره صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو مركز الأعلام بهيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معنا لحالة الطقس. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، هيبدأ من القاهرة العظمى 20 الصغرى 13، العاصمة الإدارية 22-14، إسكندرية 19-12، العلمين الجديدة 19-12، مطروح 18-10، دمياط 20-13، بورسعيد 20-11، الإسماعيلية 20-13، السويس 21-12، العريش 20-11، كاترين 14-4، طابة 19-14، حلايب 28-19، شلاتين 31-18، شرم الشيخ 25-17، الغردقة 25-16، الفيوم 22-10، بني سويف 22-10، الوادي الجديد 28-10، أسيوط 23-9، سوهاج 24-11، قنا 24-13، والأقصر 26-13، وأخيرا أسوان 28-15. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، لكن نخلي بالنا في عدم استقرار في الأحوال الجوية، في برودة في الطقس، في نشاط للرياح مثير الرمال والأتربة، وفي أيضا أمطار، فنخلي بالنا خلال الساعات اليوم النهاردة ومن بكرة هيكون في تحسن كبير في درجات الحرارة وفي حالة الطقس. هرجع مرة تانية لشاذلي علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا ديان. شكرا لك.